أشاد أهالي سامراء في محافظة صلاح الدين بحملة الدكتور أحمد عبد الله عبد رئيس كتلة المحور النيابية لدعم العوائل المتعففة والمحتاجة، حيث أقيم حفل ختان لأطفالهم بإشراف الأستاذ شهاب الجبوري. وأكد الأهالي أن هذه المبادرة رفعت الكثير من المعاناة عن هذه الشريحة، وأنها تأتي متواصلة مع الحملات العديدة التي أطلقها الدكتور أبو مازن لدعم أهله في مختلف الظروف ولإضفاء جو من البهجة تم توزيع الهدايا بين الأطفال المشمولين بالحملة. الله يسلمك، رحم الله والديك. ثلاثة اليوم طهرنا. بارك الله بي، كل واحد عنده جهود ويانا، والله يحفظه إن شاء الله يوفقه لخدمة هذا البلد، وربي يحفظكم جاه سيدنا محمد. ونشكر الأستاذ أحمد أبو مازن على جهودي على هذا الجهود طهر الولد. بارك عليه ما شاء الله. ربي يحفظك، تاج راسي. الله يبارك بعمرك. أي والله شو تسوي، ما شاء الله ثلاثة صاروا زلم. حياتي تاج راسي، ربي يحفظكم. رحم الله والديك. اي لا لا اخذوا هدايا كل واحد قطار. رحم الله والديك. والله حملة خيرية، ونشكر الأستاذ أبو مازن على هاي الحملة. الناس ناس محتاجة ما تقدر، يعني حملة مباركة إن شاء الله. نشكر مشاعره الطيبة إن شاء الله. أنت عندك أطفال هنا؟ عندي اثنين. اثنين؟ إي. موجودين هنا؟ موجودين. هاي هو نزولة. شنو أعمارهم؟ أعمارهم واحد 7 سنوات 3 سنوات. إن شاء الله يبارك فيك. الله يبارك يسلمك. نشكر الأستاذ أبو مازن.